حنا فقع في واحد عرفه دخل كلمها كتير استقطفت حبته بدون منعزة ولو تفكير فاكراني مش بغير مع انها عارفاني كويس الحل التغيير وانا على فكرة هبقى كويس فلو انتي اتغيرت انا عندي استعداد اكمل ولو انتي ما اتغيرت انا على الموضوع هقفل واللي هيبقى ما بينا هو مجرد ذكريات خلاص اللي كان ما بينا ماضي عدى وفاتي وقت المعاد ان انا كده ممكن انساكي جه وقت المعاد ان عمري ما اكون وياك حبيت انك ولا قلبك لكن في الاخر سبتيني عمري ما كنت هسيبك لكن انت اللي بقى علمتيني ان الحياه ما ينفعش احب فيها حد لاني ما احب فيها حتى لا ما بينا سد.